ماري جين واتسون مساعد محرر. الملاحظات البحثية. الموضوع اللي بدأ كسرقة للمتحف من كام يوم تحول لهجوم وحشي على المدينة، والخسائر عمالة تزيد باستمرار. امبارح بعد محاولة قتل هامر هاد زعيم الماجيا، أجبروا كابتن واتنابي إنها تاخد أجازة إدارية، وقالت لقائد الشرطة ده مش هيوقفني. ملاحظة، هتابع ده بعدين. حاسة إن دي مش نهاية قصتها. في نفس الوقت هامر هاد اللي أعلنوا وفاته في المكان تم إنعاشه وهرب من الحجز. الشرطة بتدور عليه بس مفيش أدلة واضحة. رجالته لسه بيستهدفوا أسلحة السمور وعربياتها، بما فيهم حاجة اسمها مشروع أوليمبوس. من اللي قدرنا نجمعه، أوليمبوس هي مبادرة بيمولها أوسكورب والسمور، وهي تكنولوجيا معززات حيوية لتحويل الناس لجنود خارقين لا يقهروا. هامر هاد متوحش ومجنون، ومن الواضح دلوقتي إنه لا يقهر. بس الأهم دلوقتي نعرف هامر هاد مستخبي فين، والسؤال هو هنعمل إيه لما نلاقيه؟ أهلاً يا أم جي، أنا ماشي ورا الشرطة لغاية مصنع أوسكور. واضح إن رجالة هامر هاد هيعملوها تاني. عندك أي أخبار عن يوري؟ مفيش حاجة، وحشتك مش كده؟ أيوة، إحنا فريق كويس، قصدي مش زي أنا وإنتي، بس إنتي فاهمة. عارفة، اسمع، عندي مصادر من مصنع أوسكور، هم بيكثفوا إنتاج معدات مشروع أوليمبوس، وغالباً ده السبب اللي عشانه رجالة هامر هاد بيهجموا على المصنع ده. عقد أوليمبوس بتاع مؤسسة السمور ده جزء من اتفاق عملته أوسبورن ساعة أزمة دبلز براس، وعرفت إنه هيتنقل عن طريق البحر لسمكاريا. سمكاريا، بلد السمور الفضية، وكمان فيها حرب أهلية شديدة. سمعت عن الكلام ده؟ لا، مش متابع الأخبار العالمية قوي، كنت مشغول شوية بمشاكلنا اللي هنا في نيويورك. دي قصة مثيرة، هبقى أحكي لك عنها لما يبقى عندك وقت. هتبقى حاجة كويسة لو اتكلمنا عن موضوع تاني غير هامر هاد. إيه رأيك تاخد أجازة لما كل ده يخلص؟ أجازة؟ مش عارف الكلمة دي معناها إيه. فهمك، بس بجد إحنا الاثنين محتاجينها. هحاول أرتب أموري، خليني أعرف إيه اللي حصل عند مصنع أوسكار. تمام. استنى، هو ده استعراض؟ انا بحب ده. كيدوري، نلعب لعبة الإنقاذ. لا تصرف وقت. الراجل اللي لابس بدلة نفاثة شكله هيأذي ضابط الشرطة ده. أهلا برجالة الكمين، صاحبكم راح فين؟
محدش بيتكلم. ها يمكن انتوا مش سامعيني عشان صوت البدل النفاثة دي. بدل نفاثة حلوة يا رجالة، اجيب واحدة منين؟ خلينا نكمل. وقعوا من على ظهر عربية صح؟ عارفين احسن من سرقة كل حاجة لازم تجربوا انكم تصنعوا كل حاجة، بس صراحة بيردي العواطف اكتر. ممكن ما تبقوش متعصبين طول الوقت؟ هو ده تحدي عادي ولا زي التحدي المستفز؟ دي بتاعتك؟ لا بس هيبقى كويس جدا لو كان بتاعك. انت كويس؟ ايوه ما شفتكيش من زمان. بتشتغل مع مين؟ بيشتغل عند هامر هيد. هو فين هامر هيد؟ واو واو، ممكن نروح نشرب قهوة ونتقابل زي الناس العادية؟ بالمناسبة أنا بحب الحوامة الجديدة بتاعتك. قولي كل اللي تعرفه. بعرف أتكلم أحسن من غير مسدس في وشي. هعد لحد ثلاثة. طب نزلي المسدس. واحد. إحنا هنعمل ده فعلا؟ اثنين. ستة. تسعة. سبعة. تلاف. تلاتة. كنت فاكرك حد كويس. أنا شاطرة في اللي بعمله بس أنا مش راجل. أعتقد إنك فهمتي غلط.
ايه اللي حصل اللي ممكن تشكرني بانك ما تموتش؟ يا ام جي، تفتكري مين رجع المدينة؟ السمور الفضي، عارفة؟ عرفت منين؟ شغلتي اني اعرف كل حاجة، وعشان كده متخيلة انها هنا عشان تمنع هامرهيد من سرقة شحناتها، وده شيء كويس، ممكن تعملوا فريق سوا. ايوه، ده تقريبا ملوش علاقة بالموضوع. اسمع، انا هكمل تدوير في موضوع سمكاريا ده. دي الكلام ده ملوش لازمة. سكروبول، عرفتي ازاي؟ على شارع ايد سوبرمان بسرعة قبل ما موت انا وجمهوري.